مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، تبدأها كالعادة بالعناوين. السعودية تدعو الحوثيين إلى محادثات سلام في الرياض. بذريعة مكافحة الوباء، إتاوات حوثية على القطاع الصحي. صحيفة فرنسية تكشف أن الاستخبارات الأمريكية توقعت ظهور وباء كورونا قبل 12 عام. أهلا بكم. وجهت السعودية دعوة إلى جماعة الحوثي لإجراء محادثات سلام تخص اليمن في الرياض، حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونقلت عنها يمن مونيتور. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر للصحيفة الأمريكية أن السعودية تجري محادثات يومية مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. أضاف للصحيفة أن اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب التي استمرت 5 سنوات ما زال مطروحا على الرغم من تصاعد العنف في مطلع الأسبوع. أشار الجابر إلى أن الحوثيين لم يستجيبوا بعد للعرض، وقال إن المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نظرائهم الحوثيين للتأكيد على أن القصف على صنعاء كان ردا على الهجمات الصاروخية وليس المقصود به إعادة تصعيد النزاع. أضاف: نحن ملتزمون بخفض التصعيد ومستعدون لوقف إطلاق النار في جميع الأراضي اليمنية إذا قبل الحوثيون. صحيفة وول ستريت جورنال قالت أيضا أنه في حين اعترف المسؤولون السعوديون بشكل خاص أنهم أجروا محادثات مباشرة مع الحوثيين، ذهب آل جابر إلى أبعد من ذلك وقال أنه منذ العام الماضي كانت هناك مكالمات هاتفية يومية بين مسؤولي التحالف والحوثيين. لن يهتم بنا العالم بعد الوباء، تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا. نشرت صحيفة الواشنطن بوست صباح اليوم تحليلا بعنوان فيروس كورونا سيعيد فتح الانقسامات الغاضبة في أوروبا. تحدث التحليل عن خيبة أمل الدول الفقيرة نسبيا داخل الاتحاد الأوروبي من الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الدول القادرة على مقاومة الكلفة العالية لمواجهة انتشار الوباء، وكيف أن هذه الدول انكفأت على نفسها. وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليز غردت: نحن جميعا في الاتحاد الأوروبي فوق قارب واحد، لقد اصطدمنا بجبل الجليد، نحن جميعا نتشارك في المخاطر. ليس هذا وقتا للنقاش عن من يحمل تذكرة درجة أولى أو درجة ثانية، ليس هذا وقت التخلي عن المواطنين، التاريخ سيحملنا مسؤولية ما نصنعه اليوم. الأهم هنا هو أن الآثار المستقبلية المترتبة عن الوباء ستخلف في أوروبا اقتصادات منهكة محطمة، وستثير رعب المستثمرين وارتفاعا في أرقام العاطلين عن العمل، وستمثل الخطط التقشفية انتحارا سياسيا لصانعي القرار، وستكون القارة بحاجة خطط لتحفيز الاقتصاد قد تقترب من المبلغ الذي خصصته الولايات المتحدة تريليوني دولار. أما نحن في اليمن فعلى الذين يتوهمون أن العالم سيتقدم لنجدتنا مواجهة الحقائق. نحن شعب فقير بلا موارد ثابتة، عاجزون عن حل خلافاتنا، غير قادرين على الإنتاج. نعيش عالة على العالم، ما من يمني إلا وهو يبحث عن موطن آخر له ولأهله. حكوماتنا فاسدة وفاشلة، بلا نظام صحي في أدنى متطلباته. حكامه تخلوا عن كل المعايير الأخلاقية والوطنية. بلد منهوب منكوب بطبقة سياسية فاسدة تبحث عن كوارث طبيعية وحروب لتنهب كل مساعدة محتملة. بلد يتحول فيه المواطنون إلى أدوات بيد قيادات ميليشيات تقاتل من أجل الحكم، الحكم فقط، وتدعو الله ليل نهار ألا تنتهي حروبها، كأنهم وحوش آدمية. ستنتهي الحرب يوما ما، وحينها لن يجد اليمنيون أمامهم إلا الخراب والدماء والأحقاد. حين باغتت جائحة كورونا دول العالم، يقول موقع خيوط لم يستثني الهلع من اليمنيين رغم
عدم إعلان السلطات الصحية تسجيل أي إصابة حتى الآن، لكن محلات العطارة والمتخصصة في بيع البهارات في مختلف المدن اليمنية شهدت إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين لشراء محاليل العطارة والأعشاب. هذا الإقبال الآخذ بالتزايد خلال الأسابيع القليلة الماضية دافعه الوقاية من الإصابة المحتملة بفيروس كورونا الذي أثار الذعر في جميع دول العالم. الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطات في اليمن دفعت الناس إلى البحث عن وسائل الحماية التي يمكنهم التزود بها للوقاية، وقد كانت الأعشاب الطبيعية ومواد العطارة والبهارات في طليعة هذه الوسائل نظرا للاعتقاد الواسع في أوساط العامة بجدوى هذه المواد لحمايتهم ليس من الفيروسات وحسب بل من أمراض أخرى، خاصة في ظل تدهور قطاع الخدمات الصحية. ولم يتوقف اهتمام الناس في اليمن عند المواد التي يقدمها الطب البديل، بل وجدوا أيضا ضالتهم في معقمات وصابون طبيعي تقدمها محلات العطارة التي يتزايد إقبال المواطنين عليها. موقع المشاهد نت تحدث عن خطر التجوال الذي فرضته السلطات المحلية في حضرموت وعنوان أو حظر إعلان حظر التجوال في محافظة حضرموت. وفي التفاصيل أن السلطات المحلية في محافظة حضرموت حظرت التجوال في كافة مديريات المحافظة ابتداء من يوم الخميس القادم من الساعة 4 عصرا إلى 4 فجرا. محافظ المحافظة اللواء فرج سالمين البحسني كلف كلا من المنطقة العسكرية الأولى والمنطقة العسكرية الثانية بالإضافة إلى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين. السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وضمن الخطوات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منعت التجمعات ودخول القاعات وأغلقت أسواقها في المحافظة. الخيار الصعب بين الحرية والصحة، تحت هذا العنوان كتب علي أنزولا مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: لم يسبق في التاريخ أن وجدت البشرية نفسها بما فيها سكان الدول الديمقراطية أمام اختيار صعب بين الصحة أو الحرية، فمن أجل التصدي لانتشار وباء فيروس كورونا قررت دول عديدة فرض حظر صحي على مواطنيها يحد من حرية تحركهم ويحرمهم من حريات كثيرة كانت تعتبر مكتسبة، بل وسارعت حكومات دول عديدة إلى سن قوانين زجرية تعاقب بالسجن النافذ والآني كل من يخالف تدابير الحظر الصحي على الرغم من أنها مؤقتة. حدث ذلك كله من دون أن يرتفع أي صوت يحتج أو يعارض، بل ما حدث هو العكس، أي قبول على نطاق واسع ما وصفتها صحيفة لوموند الفرنسية أجواء عالم جورج أورويل. ففي أغلب الدول التي فرضت حظراً صحياً تراجع دور البرلمانات ونسي الناس استقلال القضاء وتوارى صوت المجتمع المدني واختفت نبرة النقد من وسائل الإعلام وتم تسليم السلطة لقوات الأمن والجيش للحد من حريات الناس العامة استناداً إلى قوانين مرتجلة سنت على عجل. وتابعنا كيف تم خرق حتى هذه القوانين الطارئة والاستثنائية في دول عديدة عادت السلطة فيها إلى فرض عقوبات من القرون الوسطى على الناس، مثل ضربهم بالعصي في الشوارع وإجبارهم على الانبطاح أرضاً والزحف على بطونهم إمعاناً في إذلالهم أو بالصفع والركل المصاحب بالشتائم المهينة والحاطة من كرامة الناس. نعم، حدث هذا كله في أكثر من دولة في غياب شبه تام لأي سلطة مراقبة أو سلطة مضادة. الربط بين صحة الناس وحريتهم وخصوصاً حرية التعبير أصبح اليوم يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى أمام توجه حكومات عديدة إلى سن قوانين قد تنتقص من الحقوق الأساسية للناس بدعوى الحفاظ على سلامتهم الصحية. وقد بدأت بالفعل دول وحكومات عديدة خصوصاً في منطقتنا العربية سن قوانين تستهدف الحد من حريات الناس بصفة عامة وخصوصاً حرية الرأي والتعبير.
بذريعة مكافحة الوباء، ميليشيا الحوثي تفرض إثاوات على القطاع الصحي، حيث كشفت مصادر طبية في صنعاء للشرق الأوسط عن قيام الحوثيين بتنفيذ حملة نزول ميدانية جديدة طالت المنشآت الطبية والحكومية والخاصة والصيدليات المنتشرة في طول العاصمة صنعاء. أطباء وعاملون صحيون تحدثوا عن رضوخ مئات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية لضغوط الجماعة من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف ومليوني ريال. أكدت المصادر للصحيفة تشكيل الميليشيا أكثر من 15 لجنة وصفتها بالرقابية، تحوي كل لجنة 20 شخص من أتباعها لاستهداف 344 مؤسسة طبية ودوائية في صنعاء. قالت المصادر الطبية أن الحملات استهدفت حتى اليوم المستشفيات الحكومية كافة و40 مستشفى خاص و250 مركزا صحيا حكوميا وأهليا والمئات من الصيدليات والمؤسسات الدوائية. طبيب طلب عدم الكشف عن اسمه، قال للصحيفة: على الرغم من التزامنا ومنشأتنا الطبية بكل الخطوات الاحترازية لمواجهة الوباء القاتل، فإن الميليشيات تتعمد وبصورة مستمرة استهدافنا من خلال دفع جبايات. عدد من ملاك المنشآت الطبية وفي حديثهم مع الشرق الأوسط أشاروا إلى أن استهداف القطاعين الطبي والدوائي في هذا الوضع الحرج سيزيد من تدهور الخدمات الصحية وسيتسبب بمضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسب الوفيات، في حين تشير تقارير دولية إلى أن نحو 22 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، وكثير منهم على شفا المجاعة ويواجهون عددا من الأمراض والأوبئة. في حين تعمد الحكومات في كل مكان إلى دعم القطاع الصحي لتلافي هذه الجائحة، تعمل الميليشيا في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها على إضعاف هذا القطاع، وبالتالي تزيد من معاناة هؤلاء المواطنين. ننتقل إلى كتب إليكم من إيطاليا: هذا ما نعرفه عن مستقبلكم. تحت هذا العنوان كتبت الروائية الإيطالية فرانشيسكا ميلار ندري مقالها المنشور في صحيفة عمان اليوم، والذي ترجمته نقلا عن الغارديان البريطانية. وقالت الكاتبة: أكتب إليكم من إيطاليا، أعني أنني أكتب إليكم من مستقبلكم. نحن الآن حيثما ستكونون في غضون أيام قليلة، فمخططات الجائحة تبين أننا جميعا متضافرون في رقصة متوازية. كل ما في الأمر أننا متقدمون عليكم بخطوات قلائل على طريق الزمن، تماما كما أن ووهان متقدمة علينا ببضعة أسابيع. نشاهدكم إذ تتصرفون مثل ما سبق أن تصرفنا تماما، تتمسكون بالحجج التي تمسكنا بمثلها حتى وقت قريب، منقسمين بين من يقولون ما هي إلا إنفلونزا عادية، ففيما كل هذه الجلبة، ومن فهموا بالفعل فيما نشاهدكم من هنا من مستقبلكم. نعرف أن كثيرا منكم استشهدوا وقد قيل لكم الزموا بيوتكم. بادئ ذي بدء ستأكلون، وليس ذلك فقط لأن الأكل من الأشياء القليلة التي سيبقى بوسعكم ممارستها. ستجدون عشرات مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي تعلمكم كيف تنفقون أوقات فراغكم فيما هو مثمر، ستنضمون إليها جميعا ثم تتجاهلونها تماما بعد أيام قليلة. ستتناولون أدب نهاية العالم من أرفف مكتباتكم، ولكن سرعان ما ستشعرون أنكم لا ترغبون حقا في قراءة أي منه. ستأكلون من جديد، لن يطيب لكم النوم. ستسألون أنفسكم عما يجري للديمقراطية. ستعيشون على الإنترنت حياة اجتماعية لا تتوقف. ستشتاقون إلى أبنائكم الكبار كما لم تشتاقوا إليهم من قبل، وإدراككم أنكم قد لا ترونهم مرة أخرى سيكون أشد عليكم من لكمة في الصدر. ستفكرون ماذا يجري لمن لا يستطيعون البقاء في البيوت لأنهم بلا بيوت. ستشعرون بالخوف وأنتم خارجون للتسوق في الشوارع المهجورة، خاصة لو أنكم نساء. ستسألون أنفسكم: أهكذا تنهار المجتمعات بهذه السرعة؟
ستقطعون الطريق على هذه الأفكار، وحينما ترجعون إلى البيوت ستأكلون من جديد. في حادثة غريبة من نوعها، يقول موقع دي دبليو أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على رجل حاول تعليم كلبه قيادة السيارة فيما تم وضع الكلب في مركز إيواء للكلاب. الشرطة في سياتل الأمريكية أوقفت السيارة بعد عملية مطاردة بسرعة كبيرة في شوارع المدينة ليتبين لها أن الجالس وراء المقود هو كلب حاول صاحبه تعليمه القيادة تحت تأثير المخدرات. فرق الطوارئ تلقت اتصالات عدة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلومتر في الساعة، وطاردت الشرطة السيارة لتكتشف أن كلبا من فصيلة بيتبول في مقعد السائق، والرجل جالس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات. الشرطة أبدت استغرابها وأكدت أنها لم تشهد يوما حادثا كهذا منذ انضمامهم إلى صفوف الشرطة قبل 10 سنوات. كشفت صحيفة أسبوعية لوبوان الفرنسية بحسب صحيفة القدس العربي أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية توقعت منذ عام 2008 خطر ظهور وباء عالمي مرتبط بفيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير تم توجيهه إلى الرئيس باراك أوباما. وأوباما تحدث عن احتمال ظهور مرض تنفسي حاد شديد العدوى لا علاج له، يمكن أن يسبب جائحة عالمية. أضافت الأسبوعية الفرنسية أنه في الصفحة 75 من هذا التقرير، والتي جاءت تحت عنوان تفشي محتمل لوباء عالمي، حذرت ساكن البيت الأبيض وقتها باراك أوباما من مخاطر ظهور مرض تنفسي فتاك وشديد العدوى. تنقل لوبوا عن بوينت فينجر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية معلومات سرية، ولكنها مهارات تحليلية لأفضل خبرائنا الذين يعملون في وكالات الاستخبارات، وقد حدثت هذه التوقعات. تتابع المجلة الفرنسية التوضيح أنه جاء في التقرير الاستخباراتي الأمريكي في حال ظهر هذا المرض الوبائي فسيكون ربما في منطقة ذات كثافة سكانية عالية فيها تقارب كبير بين الإنسان والحيوانات كما هو الحال في الصين وجنوب شرق آسيا، بالرغم من أن الاستخبارات نبهت ترامب في وقت مبكر من الانتشار المقلق للفيروس خارج الصين إلا أنه لم يعر الأمر انتباها، لكنه بعد تفشي الوباء في الولايات المتحدة غير دونالد ترامب موقفه بإعلان حالة الطوارئ وإصدار تعليماته إلى نائبه مايك بينس لتنسيق جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد مع الأطباء وخبراء الصحة. الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من أكثر الدول تضررا من انتشار وباء كورونا. بعضا من ملامح الدولة في ظل هذا الوباء نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، وإلى الصور. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة لنا اليوم.
بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله، في أمان الله.